بمناسبة النادي الأهلي وفوزه المتكرر ببطولة دوري أبطال أفريقيا في السنوات الأخيرة، بعض الناس يقول أن هذا الأمر قد يزعج الكاف أن الأهلي بطل أحادي لبطولاته في السنوات الأخيرة، هل هذا صحيح أن الكاف ينزعج من هذا الأمر؟ هو احنا ليه المفروض نبقى مبسوطين لما حد يكسب او يخسر؟ يعني هو فريق بيلعب، فريق جيد جدا، عنده لعيبه محترمه، اداره محترمه، وبيبقوا عارفين هم داخلين عايزين يحققوا هدف معين. ولكن زي ما احنا بنتكلم على الاهلي وزي ما انت دلوقتي بتتكلم على الاهلي، ممكن نتكلم على الزمالك، ممكن نتكلم على كازابلانكا، ممكن نتكلم على تيم مازيمبي. يعني انا شايف ان في فرق كتير غير الاهلي، ولكن هو الموضوع مش يعني ما يخصش الكاف اذا كان يزعل او اذا كان يفرح. هو فريق زي اي فريق افريقي بيخش، هو فريق قوي، فريق بيكسب، فريق عارف هو عامل ايه، فريق مزعج جدا في افريقيا، وهو دايما بيبقى حابب يكسب، بس مش افريقيا، كل الالعاب الاولمبيه. الاهلي فريق كبير، الزمالك فريق كبير، وبرضه الفرقه بتاعت الاهلي وفرقه الزمالك عندها لعيبه بتلعب برضه في المنتخب المصري. فانا شايف ان الاهلي فريق مزعج، ولكن انا ما اقدرش اقول ان احنا بنزعل او بنفرح لو بيكسب. يعني